فعلا يعني سواء انا في قناه الاهلي او في قناه ثانيه انا دايما بقول الكلمه دي ان النادي الاهلي مختلف عن بقيه الانديه في كل شيء، اداره، فريق كوره، فريق سله، فريق يد، فريق اي حد. فعشان كده انا دايما بقول لحضراتكم ما تيأسوش، مفيش احباط، ولا حد يقدر يحبطنا، ولا حد يقدر يقول لنا اصل انتوا مهما يجيبوا من ناس، واحنا بنحاول على قد امكانياتنا وعلى قد الناس اللي معانا، والناس بتحاول هنا ان شاء الله لو شافت لعيب الفرقه محتاجاه ب 500 مليون جنيه وعندها المقدره هتدفع ال 500 مليون جنيه، او هندفع هنا كمجلس اداره 500 مليون جنيه، ما عندناش اي مشكله في اي شيء، ولكن هو الاهم هو بناء فريق جديد. ده في كره القدم بقى بعيدا عن كره السله، لان انا عارف ان الكابتن خالد النهارده كابتن خالد العوض يتكلم في كل حاجه تخص مباراه كره السله مع نادي الزمالك.